تسدح فيهم. اوه ما شاء الله والله مصلحك من يومك صغير. انا اللهم لك الحمد خريج من مجمع الشيخ صالح الراجح لتحفيظ القران الكريم. ونعم 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 والله ابو زين. انت ابوك زينا ابوي يقول ما ترسون مدارس تحفيظ. انا كله هذا تعويض على الجميع حتى انت. اي الحمد لله ما شاء الله حفظت القران في ثلاث متوسط. صحيح وانا كذلك حفظت القران في متوسط. منهجهم كذا لازم ابوي كذا مسوي مدخلنا ادري يوم احس فيكم بطمانينه ويدخلنا حلقه تحفيظ الحلقه ذي للعصر يراجع لك حفظ المدرسه. يا سلام وجهين عشان تثبت الحفظ. وجهين صح؟ وجهين ايه طبعا والحمد لله. ومن اولى ابتدائي الى ثالث متوسط 15 حفظنا ثم من اولى ثانوي الى ثالث ثانوي راجع الاول حسب الابتدائي اسف القران من جديد كامل. والله شيء طيب. فحقيقه اذكر في ايام المتوسطه تقريبا بديت شوي يعني الواحد خبر فيه في مثل هالعمر في المتوسط ايه تحصل له بعض المواقف المواقف اللي مواقف يعني تصير اللهم لا تجعلها ريف. فبالتالي جيت انا شوفي اذا قاعد تحصل بعض المواقف اعرف انه مجلود. ما حفظت هاك اليوم ايه. اوه عاد واجب وكان حزه الواجب الذي لا صقيعه برد صح برد لا اله الا الله يدخل فلعب ابراهيم تلطم وانا طبعا هي كنا كلنا نلبس شم اكيد مشايخ ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم كمل بغيت اقول شيء بس ما له لزوم بعد السؤال ما له لزوم. ولو كاد يدخل علينا مدرس قال سمع يا ابو عبد الله قلت والله ما حفظت استاذ يا استاذ ما حفظت اوووه وشو؟ يا ساتر والله ما حفظت لا حول ولا قوة الزبده نوقف ما ادري حول 7 أو 6 امام السبوره وطلع لي العماير انت مخبرينها لحمة برتقالي برتقالي وشتا وداخله خيزران ولا بدون؟ لا 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 بس كذا ما ادري والله ما ادري ما دققت طيب فيها طيب ما له حق يتفحص السلاح المستخدم اي والله هذا ما بالامكان الواحد يتفحص مثل الامور هذه وهو يرفعها طال عمرك 10 يعني اعطاه دوران كذا خلفي شرباب 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 اذكر الصوت كان شرباب ولي لي إيه. 10 جلدات لكل طالب 10 جلدات بيد واحده ولا بيدين؟ لا والله كنت انوع انا زين انا قلت زين جاد حولي كذا بيد واحده بس إيه اللي لا بعدين بعضهم يمسك العصا يعني لا انا مسويني انا القوي اجود العصا يا ولد حلو كاد ومع البرد اعوذ بالله صلى الله السلامه والعافيه كنك تبنجت ما ادري كنك فهذه من ابرز المواقف